السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايز أعمل معاكم فيديو علشان أوضح لكم الفرق ما بين الماسكات اللي هو الـ N95 والـ KN95. ده معمول على الأمريكان ستاندرد الـ N95 شركة 3M الأمريكية. ده معمول على التشاينيز ستاندرد، فالتشاينيز ستاندرد اسمه KN95. الأمريكان انستيتيوت اوف اوكيوبيشنال هيلث لازم ليهم ستاندر معينة علشان يقدروا يحطوا الليبل بتاع N95. الاتنين بيشتغلوا تقريبا نفس الحكاية، بيعملوا فلتريشن للبارتيكلز 95% of the time من البارتيكلز اللي هي بتبقى 0.3 microns. any 0.3 microns هتعملها فلتريشن بده او بده، فانت لو لبست اي واحد منهم هما الاتنين it's okay، وخصوصا في طب الاسنان it's more than enough. انا هحط لكم جدول في الميجر ديفرنسز ما بينهم، هما الحاجات بسيطه مش كتيره، بس الديفرنسز ديت ما بترضاش الامريكا تحط عليهم الليبل بتاع 95. ان شاء الله اشوفكم مره تانية في فيديو تاني، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.